الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أيها الأخوة، مساءكم بكل أسعد الله مساءكم بكل خير. المسألة المذهبية، التقارب المذهبي، الوحدة الإسلامية، كلها توصيفات لطالب يطرأ هنا وهناك في تاريخنا الإسلامي ليصعد حالة الاختلاف إلى خلاف، الاختلاف الذي كان بالأثر الشريف يجب أن يكون رحمة يصير في كثير من مداراته نقمة. هذه الليلة أيها الأخوة نستضيف باحث طالما أرقه هذا الهم، كما هو مؤرخ لكل منكم ولكل غيور على وحدة الأمة ورص صفوفها. باحثنا هذه الليلة هو الدكتور عبد العزيز القاسم، الشخصية المعروفة من خلال ما ابتدعه في صحافتنا المحلية المكاشفات. ولد دكتورنا العزيز في الطائف سنة 1965 ومعلم في وزارة التربية ومؤهلاته العلمية بكالوريوس رياضيات جامعة الملك عبد العزيز ودبلوم تربوي جامعة أم القرى كلية التربية في 1415، ماجستير في الإعلام من الجامعة الأمريكية المفتوحة بلندن عام 2005، ودكتوراه في الإعلام من الجامعة الأمريكية أيضا المفتوحة بلندن 2007. خبراته ومناصبه: مراسل لمجلة الإصلاح الإماراتية من 1416 إلى 1418، متعاون مع مجلة المجتمع الكويتية من عام 1417 إلى 1418، مراسل ومقدم برامج في قناة اقرأ الفضائية في الأعوام 1419 إلى 1420، معد البرنامج السياسي مدارات الأحداث في قناة اقرأ الفضائية من العام 1419 إلى 1421، محرر مسؤول لملحق الرسالة لصحيفة المدينة من عام 1920 إلى 1421 إلى 1421، مسؤول التحرير العدد الأسبوعي لصحيفة البلاد لمدة 6 أشهر 1421، مدير تحرير العدد الأسبوعي في صحيفة البلاد 1421، مدير تحرير لصحيفة البلاد في 24/5/1422، مشرف ملحق الرسالة بصحيفة المدينة في 3/1/1423، رئيس القسم الإسلامي والثقافي في صحيفة المدينة من 1/2/1424، مدير تحرير القسم الإسلامي والثقافي في صحيفة المدينة من 15/1/1425، ومشرف الملحق الدين والحياة لصحيفة الحرات لحد الآن، عضو هيئة الإعلام الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي، قدم تعليقا في ملتقى أبها الثقافي 426 في ورقة الدكتور محمد رشيد ندوة كيف نحيي العلم ونحب الوطن، شارك في ندوة مع الزميل يحيى الأمير بنادي المدينة الأدبي عن مواقع صحافتنا الثقافية، شارك في لجنة المشهورة الثقافية المهرجان الجنادرية 1424 و25، أدار الأمسية الشعرية الثانية في مهرجان جنادرية 1424، أدار الجلسة السابعة في الندوة الكبرى لمهرجان مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية في 14/8/1426، ألقى ورقة عمل في تعليم العاصمة المقدسة بعنوان تنمية المهارات الحوارية لدى الطلاب في 21/3/1427، له عدة مؤلفات منها كتاب مكاشفات الجزء الأول 1422 دار طهامة، وكتاب مكاشفات الجزء الثاني 1426 دار الريكان، وعبد القادر طاش مسيرة حياة دار العلم، ونهاية التاريخ تحت مجهر الفكر العربي دار الريكان. الحوار والتقارب المذهبي في المشهد السعودي، مكاشفات مع الشيخ مع سماحة الشيخ حسن الصفار نموذجا دار الريكان، نهاية التاريخ تحت مجهر الفكر العربي حوار فقيامة بمبعات المثقفين، وأخيرا مكاشفات مع سماحة العلامة السيد محمد حسين فضل الله. سأخلي بينكم وبينه وهويدا هويدا، لا تكاشفوه إلا بالقليل، لا كما كاشفكم بالكثير. تفضل يا سعادة. بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. ابتداء وبين يدي حديثي نتقدم بالشكر الجزيل لمضيفنا الكريم الأستاذ الفاضل جعفر الشايب، والذي ألح علي بالحضور من شهور عدة، وأنا يعني أماطل وأماطل إلى في النهاية يعني خجلت واستحييت منه، فلم أجد بدا إلا أن ألبي هذه الدعوة الكريمة. أيضا أقدم شكري الجزيل لكم على تجشمكم هذا العناء والحضور والاستماع إلى يعني أخ لكم مهموم في مسألة التقارب المذهبي، ولذلك أصررت على أن تكون ورقة الليلة التي سألقيها عليكم ضمن هذا الإطار. أنا أرجو ألا تسمعوا من حبيبنا الأخ ذاكر الحبيل، أنا أتمنى أن تكونوا صرحاء جدا في أسئلتكم، في مكاشفاتكم المعكوسة علي بمثل ما كنت صريحا مع مرجعياتكم، سواء كان الشيخ الحبيب حسن الصفار وأنا أفتقده الآن وكنت يعني أتمنى أن يكون حاضرا الآن، وأنا لأني عددت هذه الورقة وفي ذهني هذا الرجل أمامي، أيضا مرجعيتكم القادمة، وإن شاء الله بعد غد أنا أدعوكم إلى متابعة صحيفة عكاظ وملحق الدين والحياة الذي أشرف عليه الآن. سنبدأ أولى المكاشفات مع المرجعية الشهيرة سماحة السيد محمد حسين فضل الله. أزعم أن في هذه المكاشفات الكثير والكثير مما يهمكم. الورقة التي سألقيها عليكم يعني أنا أحببت أن تكون تلقائية وعفوية، لأني باشرت الكتابة فيها بروح الباحث والأكاديمي، فألفيت نفسي يعني أدخل ليتنا ذكرنا الجنة. إذن حياك الله يا شيخ حسن، وأبدا أنا للتو أقول أخبرت والله. السلام عليكم. حياكم الله وحيا الله المشايخ. فهذه الورقة عندما بشرت في كتابتها والإعداد لها ألفيت نفسي غارقا في بعض الكتب، ومن يعني عجائب القدر ومحاسن الحقيقة أن الدكتور توفيق السيف، وأنا أيضا أفتقده الليلة رغم من يعني أني حرصت عليه أن يأتي، لأني قلت سأشي بك في ثلوثية الأستاذ جعفر الشايب وبين قومك جزاء ما فعلته بنا في جدة هناك، فحضر في أمسيتين كريمتين وشرفت بالحضور فيهما والاستماع للدكتور توفيق السيف. فكانت الأمسية الأولى عند الأستاذ محمد سعيد طيب في ثلوثيته الشهيرة، فيعني تكلم معنا بروح الأكاديمي، فتصدعت رؤوس نصف الحاضرين، وأنتم تعرفون ما شاء الله يعني الدكتور توفيق السيف وتوافره وقدرته على الحديث باللغة الأكاديمية والعلمية، فأستدرك ذلك في اليوم الليلة التالية عند الأستاذ عبد المقصود خوجة، فيعني تكلم بتلقائية وعفوية، وبالرغم من أنه ألقى يعني قنابل فكرية، وأنا إن شاء الله إذا أتى نتحدث فيه. فمن وحي تلك الجلستين قلت لا يعني، وبالذات في موضوع مثل موضوع التقارب المذهبي نحتاج للحديث فيه بصراحة وشفافية وواقعية انطلاقا من الواقع، لا تحتاج فيه للروح الأكاديمية والروح العلمية. أيضا يعني بين يدي حديثي أنا أتمنى يعني أنتم تخاطبون صحفيا بسيطا مهموما بموضوع التقارب المذهبي على مستوى الأمة،
فتحرك في ضمن هذا النطاق الذي يستطيعه وفي الميدان الذي يعمل فيه. فيعني أرجو ألا يعني أعطى حجما أكبر من ذلك، لأني في النهاية أنا أزعم وبدون تواضع، لأن حقيقة أنني مجرد صحفي وكاتب بسيط، ولكنه مهموم في مسألة التقارب. ورقتي أيها السادة، ليتنا دخلنا الجنة. أنتم هل تضيف لديكم كرامات ولا إيه؟ أنا ما أعرف هل الثالث، أي أنا أنتظر الآن الثالث محمد المحفوظ. والله ما سأتنازل عن سلفيتي ووهابيتي في هذا الليلة. أيها الأحبة، يعني ورقتي تتحدث في ثلاث محاور وبشكل سريع. كما قلت لكم، لإيماني بجدوى الحوار المباشر والتعقيبات والمداخلات الصريحة والشفافة، أعيد استفدت ذلك من وحي محاضرة الدكتور توفيق السيف، وكما وعدتكم سأشي بما فعل لدينا في جدة إن شاء الله في نهاية كلمتي. المحاور الثلاث هي: أولاً، التقارب ضرورة وصيرورة. المحور الثاني: خفوت وفتور بعد الحماسة والفورة. المحور الثالث: نحو آفاق لوثبة جديدة. سأبدأ بالمحور الأول: التقارب ضرورة وصيرورة وحتمية. لا زلت أؤمن أيها الأخوة بأن التفاهم الطائفي ومن ثم التقارب هي صيرورة ستنتهي إليها الأمة إن شاء الله، طال الزمان أم قصر. يدعم هذه القناعة الخاصة بي جملة من المؤشرات، منها: نحن إزاء علماء طليعة من العلماء والدعاء من كلا الطائفتين، على قدر كبير من الوعي العام والسياسي منه أيضا بالخصوص، وهم مدركون ومنتبهون لكل أولئك الذين يلعبون على التماس الطائفي ويشحنونها فيه. أكثر من ذلك، أزعم من خلال لقاءاتي معهم والجلوس إليهم بأن كثيرا منهم لديهم حس التقوى، حس التدين، البعد الأخروي والغيرة على دين الله سبحانه وتعالى، وهذه مهمة جدا في المسألة التي نتحدث. هذه الطليعة من العلماء والدعاء أيضا يقومون في هذه الفترة بدور فاعل وكبير في تجديد الفقه وعصرنته في كلا الطائفتين، سواء في الجانب السني تحديدا منه السلفي، وايضا في الجانب الشيعي الجعفري. ويعني الحمد لله، يعني هم يتكاثرون يوما بعد يوم، ونحن نشعر بهم وانتم كذلك من خلال اطلالتهم في الاعلام، من خلال مجالسهم الخاصه، من خلال ما يقومون به من بذل لشيء لكثير من هذا الوعي الذي نحن بحاجة ماسة إليه في هذا الوقت بالتحديد. مما يدعم هذه القناعة الشخصية التي تكلمت عنها لدى محدثكم أن المشتركات بين الطائفتين أيها الأخوة كثيرة. للأسف الشديد، في الحقب الماضية لغلبة صوت، يعني نقول الذين لا يرون التقارب وما زالوا هم الصوت الغالب، كنا نعيش على جملة التناقضات وجملة الخلافات الحادة، بل كثير من الأساطير الموهومة تورث عبر الأجيال، طبعا شيء منها يعني ممتد إلى أزمنة بعيدة. يعني أنا أتكلم يعني كسني
وأنا متأكد أن لديكم أيضا في الثقافة المجتمعية مثلا في البيئة الشيعية كثير من هذه الأوهام والخزعبلات. أنا أتذكر وفي عمر يعني العاشرة والحادية عشر عندما زرنا المدينة وكذا، فكانوا يقول على إخوتنا الشيعة انتبه، هؤلاء مثلا يقدم لك الأكل وفيه كثير من يضع فيه شيء من التفال، يضع فيه شيء من النجاسة والقاذورات، أشياء رسخت فينا للأسف الشديد وتنقلت وتورثت يعني بشكل سلبي طبعا، والسبب التغذية الكراهية هذه. الحمد لله يعني أنا أزعم أنه يعني كثير من هذه الأوهام خففت بفضل يعني دعاة التقارب ومما رأيناه من الوجوه الكريمة من الجانب الشيعي، بددوا الحقيقة كثير من هذه الأوهام. أنا يعني أقول هذا الكلام وأنا سني، بالتأكيد هناك كثير من هذه الأوهام في الجانب الآخر. المشتركات أيها الأخوة كثيرة. عندما يقوم دعاة التقارب وهؤلاء العلماء المعتدلين المهمومين بهذا التقارب بين طائفتي الأمة بإبراز هذه المشتركات، ستذوب كثيرا يعني حتى التنافر الاجتماعي الذي صيغ من سنوات طويلة ستزول، ويعني أيضا الأشياء أو الحواجز النفسية في بين أفراد المجتمع الواحد ستذوب بإذن الله تعالى. مما يدعم هذه القناعة أيها الأخوة، وأنا ما زلت أقول كل هذا من وحي الانطباع الشخصي، لا تحمل أي صفة علمية أو أكاديمية، أننا إذا عدو مشترك الآن سواء في جانبه الثقافي وما تمثله العولمة أو الأمركة القصرية التي غزتنا عبر هذه الفضائيات وفي سمائنا ووصلت إلى غرف نومنا والحقيقة أثرت على الأجيال، أجيال هذه الأمة في كل الطوائف، وليست هذه الأمة فقط بل في كل الأمم ذوات الخصوصية الثقافية، هم يشتكوا هذه الشكوى. يعني كثير يعني من خبراء التربية والمواد متضايقون مما تفعل هذه الثقافة التي تصيب عقول أجيالنا الجديدة. فتم عدو مشترك، ودائما نعرف إذا وجد عدو مشترك يعني أفراد البيت الواحد يتفقوا ويتحدوا تجاه هذا العدو الخارجي. وتذكرون يعني في تراثنا الإسلامي مقولة علي رضي الله عنه عندما سمع بأن الروم تحشد، فقال قولته الشهيرة تلك. هذه العولمة في جانبها الثقافي طبعا، أنا هناك ثمت وجوه إيجابية ليس موضوع حديثي هنا، ولكن الجوانب السلبية. العدو المشترك الذي يتحدث عنه أيضا في جانب السياسي ويتمثل في ذئب الروكي الأمريكي، هذا الذي يلعب على التماس الطائفي في كل البلدان العربية. الحمد لله كثيرون منكم ومنا مدركون الحقيقة هذا الدور القذر الذي تقوم به الولايات المتحدة في تغذية بعض الخلافات الطائفية، بل وفي احتضان البعض في مقابل ابتزازات يقومون بها تجاه الأنظمة العربية الحاكمة. مما يدعم القناعة لدي بصيرورة وحتمية التقارب بين طائفتي الأمة تلك التجارب التاريخية الماضية. دونكم مثالا التعصب المذهبي الذي كان سائدا خلال القرون الماضية، أنا ذكرت ذلك في مقالتي الأخيرة وقلت يعني من يقرأ مذكرات الشيخ علي الطنطاوي عندما يتحدث عن حال بلاد الشام طبعا وهو نموذج، والحال هذا يتكرر في مصر ويتكرر في العراق ويتكرر في
كثير من الدول الإسلامية التعصب الطائفي الشديد، ويصل الأمر إلى يعني المعاداة وحتى قيام بعض المشاجرات. الحنفي لا يزوج الشافعي، الأئمة الأربعة كل مذهب له إمام، ولا يصلي المالكي إلا خلف إمامه، ولا الشافعي لا يصلي إلا خلف إمامه. أين ذلك الآن؟ الحمد لله انتهى وتلاشى كثير من مظاهر التعصب المذهبي، تلاشى والحمد لله وانتهى إلى أرفف التاريخ بلا عودة بإذن الله تعالى. وهذا ما أؤمله إن شاء الله حيال طائفتي هذه الأمة، بل حتى فرق إسلامية يا إخوان. يعني تصوروا في عهد الإمام أحمد بن حنبل كانت فرقة المعتزلة هي السائدة في كل الأمة الإسلامية، فيما يعني هو حتى يعني يذكر رواة التاريخ أنه لم يصمد سوى الإمام أحمد بن حنبل ضد فكرة المعتزلة، ودفع أكلافا وأثمانا لها. أين هي طائفة المعتزلة الآن أو فرقة المعتزلة؟ يعني لا نعرف لها الآن حضورا. فأنا أقول أيضا التاريخ له حكاية وتجارب. المسألة يعني أخيرا طبعا وليس آخرا، قضية العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة والتنمية، وجملة من المسائل الرئيسية التي كانت سببا رئيسيا في تصوري، ونتفق مع أولئك الباحثين ومنهم أخي الدكتور توفيق السيف بأن هذه أسباب أيضا حقيقية كامنة وتتستر أو تلمس اللبوس الديني أو اللبوس الطائفي، ولكن تبقى هي الأسباب الحقيقية التي تذكي مثل هذا التنافر الطائفي. الحمد لله مما يدعم هذا الاتجاه أن هناك انفتاحا كبيرا في هذا الجانب. صحيح لم يبلغ ما يعني نريد وتريدون، ولكن يعني أفضل من ذي قبل، وهو ما يعزز هذه القناعة إن شاء الله بحتمية التقارب. آتي للمحور الثاني، خفوت وفتور بعد الحماسة والفورة، وسأحاول أن أجيب في هذا المحور على سؤال: لماذا تراجعت فورة الحماسة للتقارب؟ موضوع التقارب بدأ من أزمنة بعيدة، ولربما كان الباحثون المتخصصون كتبوا في ذلك، إلا أن كما أسلف يعني هو من انطباع شخصي مرة أخرى أؤكد، لأنني لست في يعني منبر أكاديمي أو قاعة علمية، أنا في منتدى مع إخوتي ومنتدى خاص نتحاور فيه. فأقول يعني من وجهة نظري هناك إشارات يجب أن يعني تثبت ونحن نقرأ مسيرة التقارب. أولى هذه الإشارات فتوى الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الراحل، عندما أفتى بجواز التعبد على مذهب الفقه الجعفري، وتمكن أثناء وكالته لجامعة الأزهر من إدخال الفقه الجعفري في مناهج التدريس والإفتاء لجامعة الأزهر. طبعا هذه تحسب تاريخيا لذلك الرجل. أيضا ثاني الإشارات أجواء الحوزات العلمية في قم والنجف الداعية إلى التقارب، أيضا من أزمنة بعيدة وقبل الثورة الإيرانية. اسمعوا معي سماحة السيد محمد حسين فضل الله، طبعا قال لي هذه المكاشفات وستنشر هذه الأبيات إن شاء الله في عدد الخميس. طبعا يا أستاذ توفيق يعني الحس الإعلامي لا زال فيه، فأنا أهتم للمناسبات كي أروج وأعمل دعاية للملحق. فسمحت السيد محمد حسين فضل الله أثناء حواري معه، وقد تحدثت عن بداياته ونشأته وأجواء الدراسة في النجف وكيفية تلقي العلم، طبعا ستكون جدا جدا ستستمتعون تحديدا أنتم بها، لأنكم تدركون الأماكن التي كان يتحدث فيها. للأسف هذا الجزء لن أنشره في الصحيفة لأنه القلة ستهتم به، سينشر في الكتاب بإذن الله تعالى. قال لي يعني محمد حسين فضل الله، قال لي أنا ذكرت قصيدة
في رثاء السيد محسن الأمين قبل 55 عاما في خمسينيات القرن الماضي، تحديدا عام 1952 ميلادي. انتبهوا، التاريخ مهم في هذه القضية. قال لي هذا المقطع، وما شاء الله يعني ألقاها من ذاكرتي، يعني مقطع طويل، أنا اجتزأت هذه الأبيات. قال سماحة السيد: والدين وهو عقيدة شعت على أفق الوجود، ومناهج توحي لنا روح التضامن والصمود، عرفتنا فيه الحياة بما حواه من البنود، وأريتنا أن الإخاء من الهدى بيت القصيد. فالمسلمون لبعضهم في الدين كالصرح المشيد، لا طائفية بينهم ترمي العقائد بالجحود، والدين روح برة تحنو على كل العبيد، ترمي لتوحيد الصفوف ودفع غائلة الحقود. عاش الموحد في ظلال الحق في أفق الخلود. هذا الكلام، يعني هذا الكلام أنا قلت له، طبعا فوجئت تماما، قلت له هذا الكلام متى يا سماحة السيد؟ قال قبل 55 عام. قلت أنت مهموم من تلك الأزمنة بمسألة التقارب؟ أجابني، قال يعني قال أنه تتلمذ وتابع من تلك الفترة كتب حسن البنا وتقي الدين النبهاني وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، بل حتى أنه قال في المكاشفات: كانت بداية الحركية الإسلامية سنة 1958، حتى إننا أصدرنا في ذلك الوقت مجلة في النجف اسمها الأضواء. وكان السيد محمد باقر الصدر يرحمه الله يكتب افتتاحيتها الأولى بعنوان رسالتنا، وكنت أكتب افتتاحيتها الثانية بعنوان كلمتنا، وكنا ندعو إلى الحكم الإسلامي في العالم منذ ذلك الوقت، ولم نتحدث عن حكم شيعي أو حكم سني، وقلنا إننا ندعو ليكون الإسلام قاعدة للفكر والعاطفة والحياة. هذا كلام سماحة السيد محمد حسين رحمه الله. أيضا من الإشارات المهمة التي التقطتها من ذاكرة الشيخة الشيخ محمد مهدي شمس الدين يرحمه الله، يعني وبالمناسبة هذا الرجل العظيم لم يأخذ حقه في التاريخ على الأقل بالنسبة لنا. أنا أقول هذا الكلام وأنا وقد شرفت بالجلوس إليه وعمل حوار في قناة اقرأ الفضائية في العام 1420، حتى أننا ذهبنا إليه في لبنان وفي داره، يعني بثثنا تلك الحلقة. الحقيقة هذا رجل أزعم أنه لم يأخذ حقه، وأنا أتمنى يعني إذا قدر ويسر الله لي الأمر، يعني أنا أحد الأشياء اللي وضعتها أمامي أن أبحث في تراث وتاريخ هذا الرجل. أتصور أن يعني صحفياً متواضعاً من المحسوب على التيار السني أو السلفي يقوم بهذا الدور، يعني يكون أدعى للقبول لدى الأخوة السنة. محمد مهدي شمس الدين أيها السادة هو الذي قال إن الإغراق في المذهبية من شأنه أن يلغي عالمية الإسلام، واقترح وقتها إنشاء هيئة لقضايا الوحدة والتقريب انطلاقا من أن الخلافات السياسية ذات الأسباب الطائفية من شأنها تدمير الوحدة. العلامة الشيعي الراحل محمد مهدي شمس الدين دعا لتأسيس هيئة لقضايا الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية، تعني بالتواصل مع الدوائر الفقهية والفكرية في كافة المراكز الإسلامية. هذا الرجل محطة أيضا لا يمكن لأي رجل يتعاطى التقارب المذهبي أن يتجاوزه أو يهمله. أيضا من الإشارات أو المحطات المهمة في مسألة التقارب الطائفي جهود الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ محمد علي التسخيري، واللذين دفعا موضوع التقارب لأمدائٍ بعيدة عبر تلك اللقاءات والحوارات السنوية التي تعقد وتسمعونها
عنها وربما حضرتم بعضها. يعني الرئيس محمد خاتمي أيضا أنا في تصوري هذا الرجل إبان رئاسته دفع موضوع التقارب وأعطاه اهتمام يعني كبير وساعد كثيرا وينبغي ألا يغفل، وأخيرا وليس آخرا سماحة شيخنا الجليل حسن الصفار الذي طرحه المشروع الذي طرحه ميثاق الشرف بين السنة والشيعة، والذي طرحه من خلال المكاشفات الشهيرة معي، حقيقة أحدثت صدى هائلا على مستوى الرسمي وعلى مستوى المؤسسة الدينية السعودية، طبعا بردود أفعال متباينة. وكان من المفترض، وأنا الليلة يعني سأشي أيضا بالشيخ الصفار وسألحقه بأخي الدكتور يعني توفيق السيف، كان من المفترض أيضا أن ألقي ورقة غدا في هذه الجزئية، مكاشفات الشيخ حسن الصفار، فكرتها وكيف نبعت وكيف أجري وأجواء الحوار، تداعيات ذلك الحوار، الأثر الذي تركه في الساحة المحلية. أنا أزعم هذا أنه يعني كان اختراق كبير جدا جدا. أنا وعدت سماح فضيلة الشيخ أنني إن شاء الله يعني سألقي هذه الورقة حال صدور الكتاب، والكتاب وعدت من مكتبة العبيكان أنه سيظهر خلال الأسبوعين القادمين قبل معرض الكتاب إن شاء الله إذا يعني طبع. طبعاً هي طبعة أيضاً، هذا نوع كذا ضرب الحس الإعلامي عندي، سامحني يا أستاذ توفيق. يعني طبعاً هو ربما مختلف نوعاً ما عن الكتيب الذي طبعه الشيخ حسن الصفار. هذه المكاشفات هي مكاشفات كاملة، وقدم لها الأستاذ محمد سعيد طيب مقدمة وافية وضافية، المكاشفات كاملة مع كل التعقيبات التي نشرت والتي لم تنشر. هناك بعض الأسماء الكبيرة التي شاركت في التعقيب، منهم الشيخ محمد علي التسخيري، أحمد الكاتب، الشيخ محمد حسين فضل الله، مجموعة من الرموز والأعلام الحقيقة تداخلوا في هذه المكاشفات وتكلموا عن مشروع الشيخ حسن الصفار. فيعني إن شاء الله إذا ظهر الكتاب سأتي إلى الشيخ حسن ونتحدث ونفشي أسرار هذه المكاشفات. طبعاً يعني بعد كل هذه المسيرة وكل هذا التاريخ المضيء وأماني التقارب والخطوات والجهود التي بذلت، سمعتم معي كلكم ما اشتكى منه الشيخ يوسف القرضاوي، وطالعنا جميعا المناظرة الشهيرة مع رفسنجاني في قناة الجزيرة، ووصول هذا الرجل، وأنا أتحدث عن من؟ عن الشيخ يوسف القرضاوي، هذا الرجل الذي باشر موضوع التقارب من أزمنة بعيدة مع أولئك العلماء العظام. يعني عرفتم مدى التشاؤم الذي وصل إليه الشيخ وشكواه من قضية التبشير الشيعي. أيضا في الجانب الآخر سأعود إلى سماحة السيد محمد حسين فضل الله، وقد قال لي نصا، وهذا الرجل أنا أتحدث والذي سمعتم قصيدته للتو وحماسته لموضوع التقارب، قال لي أنا لدي علاقة يا عبد العزيز مع الشيخ يوسف القرضاوي وآخرين، وأقول والحديث لمحمد حسين فضل الله، يتوجب على العلماء أن ينزلوا إلى الأرض، علماء السنة وعلماء الشيعة، وأن يثقفوا قاعدتهم الشعبية بالوحدة الإسلامية. المشكلة هنا أن العلماء لا زالوا يعيشون في المؤتمرات التي يكذب فيها البعض على البعض الآخر على طريقة قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا الحديث
قبل 3 أسابيع قاله لي سماحة السيد محمد حسين فضل الله، وسينشر نصا في المكاشفات. وهذا الرجل للتو تحدثنا عن حماسته وتحدثنا يعني عن مشاعره وكذا، وصل إلى حالة التشاؤم، بل واعتبر أن تلك المؤتمرات مؤتمرات كذب للأسف الشديد. انظروا اللفظة عظيمة وتصدر من عالم بحجم سماحة السيد ولا يلقي الكلام على عواهنه. كان يمكن ونعت له المكاشفة أن يخفف هذه العبارة، تركها كما هي وأعاد لي كما هي لقناعته بما وصل إليه. ولكن ما الأسباب في هذه النكسة لمسيرة التقارب على مستوى الأمة؟ سأعود لأقرأ، وأنا لازلت أقول كل هذه انطباعات شخصية. رقم واحد أيها الأخوة في تصوري أن السياسة في عمق هذه القضية وفي صميمها، فقضية التقارب هي سياسية بالدرجة الأولى، مهما تذرع المتذرعون ومهما حاول محبوه ومؤيدوه ومباشروا هذا التقارب أن يلتفوا على هذه الحقيقة. السياسة هنا أيها الأخوة ربما يعني إذا أنا سأعطيكم كي يفسر يعني رؤيتي لهذا الأمر. عندما تولى عند أيام حكم الرئيس محمد خاتمي، هذا الرجل كان مثقفا وانفتاحيا ولا زال، وكان مدركا لآثار التنافر والتباعد الطائفي وأثر ذلك على الأمة، فلذلك حاول جهده وبقناعة عميقة بأهمية هذه التقارب. ولذلك كانت محاولاته التي قام بها للتقارب مع المملكة العربية السعودية، إبان الملك الأمير ولي العهد الملك عبد الله بالذات، تقاربت الدولتان، انعكس ذلك على قضية التقارب. أنا أتصور أن الآن في هذه الأزمة وفي هذا التباعد السياسي انعكس ذلك أيضا على موضوع التقارب. السياسة ربما لا تكون تقصد التفريق أو تقصد كذا، ولكن عملية التقارب هي عملية تابعة للسياسة، فإذا تقاربت الأطراف دفعت مسيرة التقارب، وإذا تباعدوا نوعا ما كان هناك ثمة تباعد. ما زلت أقول هذه رؤية شخصية أيها الأخوة، يعني تخضع اجتهاد شخصي قد أكون مصيبا فيها ومخطئا، ولكن أشعر بأن للسياسة هيمنة كبيرة. أيضا أحداث العراق، وهذه جزئية تنبثق من الأساس قضية السياسة، أحداث العراق السوداء التي ألقت بظلالها القاتمة على مسيرة التقارب وأضعفت أصوات المنادين بهذا التقارب. أنا شخصيا أحد الناس الذين جبهت وطالما وجبت إلى يومنا هذا، وقبل أن آتي كان كثير من الإخوة يقول يعني أنت يعني تنفخ في رماد، ما في، انظر ما فعل الشيعة في أول، طالما تمكنوا من الأمور انظر ماذا فعلوا بالسنة هناك في العراق وكذا. طبعا هذا كلام مردود، أنا أقول لغلبة الصوت الغالي، بينما تاهت أصوات العقلاء، وفي دروس العراق عظات كثيرة لنا تجعلنا يعني نؤمن إيمانا جازما ونسعى سعيا أكيدا لئلا تتكرر تلك التجربة السوداء في أماكن أخرى. أيضا من الأسباب قضية التبشير الشيعي الذي يشتكي منه أهل السنة، والقرضاوي تحدث بذلك صراحة، وخصوصا بعد أن كفت يد المملكة العربية السعودية بعد أحداث 11 سبتمبر في قضية الدعوة الخارجية سواء في أفريقيا أو باقي العالم،
فأصبحنا مكتوفين، حتى الصدقات لا نستطيع أن نوصلها إلى إخواننا هناك في أفريقيا وغيرها. اهتبلت هذه الفرصة إيران وقامت بدورة وحق لها ذلك، ولكن الإشكال هنا الحقيقة والذي يؤلم أن لو قامت في غير بلاد السنة لكان مقبولا، يعني الذهاب إلى الوثنيين أو المسيحيين أو في أمريكا اللاتينية في أي بلاد غير بلاد السنة لا هان الأمر، ولكن الشكوى من أن هذا التبشير طال بلادا سنية. طبعا أنا ما زلت أقول أيها الأخوة سامحوني على هذا الصراحة، لأنه فعلا نشعر ببعض الضيم في هذا، وأنا أقول لابد، وسماحة الشيخ حسن الصفار يعرف هذا، يعني لابد أن نكون صراحة في موضوع التقارب تحديدا، لابد أن ننطلق من وقائع ومن حقائق ومناقشة بشفافية مطلقة، حتى يعني نعرف يعني مكامن الأخطاء لكي نصححها. هذه أحد الأشياء التي أدت إلى نكسة في عملية ومسيرة التقارب. من الأشياء، من أحد الأسباب التي أدت إلى هذه النكسة على مستوى الأمة في تصور الخاص، يعني عدم مشاركة علماء ودعاة المملكة ممن يمثلون المنهج السلفي في هذه الاجتماعات وهذه المحاورات. الحقيقة يعني اتفقنا مختلفنا شئنا ما بينا لعلماء هذا البلد تأثيرهم الكبير في الجانب السني، ويعني غيابهم لم يعطي رغم مشاركة أسماء كبيرة على مستوى الأمة مثل الشيخ القرضاوي وغيره والأزهر وكذا، لكن تبقى لعلماء هذا البلد ثقلهم على مستوى العالم السني. أخيرا أيضا وليس آخرا، أنا أميل أيضا لرؤية الباحثين أولئك بأن هناك أسبابا حقيقية كامنة، الشعور بالتهميش الاجتماعي، الشعور أيضا بعدم العدالة وعدم الشعور بالمواطنة من بعض الأقليات الشيعية في الجانب في البلاد السنية أو الأقليات السنية في البلاد الشيعية، هذه أيضا مؤثرة بشكل كبير. أنتقل إلى المحور الثالث والأخير، وسامحوني يعني أنا أطلت، لم أرد أن تكون كذا جادة بهذا الشكل، نحو آفاق لوثبة جديدة أو بصيغة أخرى كيف يتلمس دعاة التقارب طريقهم. الإجابة التي سأختم بهذه الورقة السريعة تنبجس أيها الأخوة من رؤية فردية من خلال معايشة لمسيرة التقارب عبر هذه النقاط. أولاً لابد أن يؤمن الجميع، لابد أن يؤمن الجميع على مستوى الطائفتين، على مستوى السياسيين، على مستوى العلماء، على مستوى النخب، على مستوى المجتمع أيضا بأهمية التقارب المذهبي وضرورة علو صوت الاعتدال على الصوت الغالي، لأن تجربة العراق الدامية تجربة أليمة أليمة جدا. صحيح يعني أمريكا أتت وتخلصت من الطاغية صدام حسين، ولكن انظروا حال العراق الآن أيها الأخوة، والله لا يسر أي مسلم. من كان يظن أن العراقيات النساء العراقيات الأحرار الشريفات الآن للأسف الشديد تعرفون حالهم في بلاد الشام، وأصبحوا يبيعون أعراضهم للقمة العيش. تعرفوا هذا وهذا غير، تناقلت وقالت الإعلام العالمية في الأردن في سوريا. من كان يظن يعني تلك العراقية العربية الحرة الشريفة تبيع يعني نفسها لأجل يعني قوت تسب بها رمقها. حال عجيبة يعني ما تصور أحد، فضلاً على الاقتتال، تفجير هنا في مسجد السنة، تفجير في مسجد الشيعة، قضية نلقي اللوم، لا أنتم بدأتم أو نحن بدأنا، هذا لن يجدي،
انظروا المحصلة النهائية يا أخوان، انظروا المحصلة النهائية، البيضة والدجاجة نتناقش فيها والناس تموت والناس تقتل، تجربة دامية الحقيقة يجب إبرازها، ويجب على كل العقلاء أن يعني يتأملوا هذا الدرس الأليم كي يجنبوا مجتمعاتهم، كي يجنبوا مجتمعاتهم هذا المصير. وستتكرر، لا تظنوا أننا بمعزل عنها، أنا أقول لا تظنوا، طالما وجدت الأسباب ووجدت وجد الوقود المغذي لمثل هذه الفتنة الطائفية ستتكرر وستتكرر. ولن يعصد، هذه سنة كونية، لسنا بدعا. فضرورة الإيمان الجميع الأطراف، وهذه قضية أظن يعني سهلة لأنه أمامنا تجربة دامية. الأمر الآخر يعني يجب في تصور الخاص أن تنطلق الوثبة لمسيرة التقارب أو الدفعة الثانية للتقارب على مستوى الأمة من هذه البلاد. أنا أقول إنه هذه البلاد تمثل ثقلاً ومركزاً ومحوراً لكل العالم الإسلامي ولكل العالم. إذا نجح مشروع التقارب في هذه البلاد، ثقوا أيها الأخوة أن ذلك سينعكس على مستوى الأمة وبشكل سريع جداً. إذا نجحنا في إقرار حقيقة مشروع الشيخ حسن الصفار، مشروعه الذي طرحه ميثاق الشرف السني الشيعي، أتصور أن ذلك يعتبر إنجازاً تاريخياً غير مسبوق، لا على مستوى الوطن ولا على مستوى الأمة. لو استطعنا الدفع في هذا الاتجاه، لذلك أنا مؤمن تماماً وبضرورة دعم هذا المشروع وبذل كل الجهود لأجل إنجاحه. أيضاً يا أخوان الوقت يعني فعلاً ليس في صالحنا، وأنا أسلفت لكم يعني السياسة في صميم هذه المشكلة. أنا أتصور لو ضربت إيران من قبل أمريكا سينعكس ذلك سلباً على كل المنطقة، وعلينا أيضاً هنا سينعكس على هذه المنطقة. لدينا شباب تغلب العاطفة، تغلب الحماسة، تغلب الأذى، لا يدرك أبعاد المسألة السياسية وأبعاد التوازنات. هؤلاء سيتمردوا على مرجعياتهم وعلى مربيهم وعلى دعاتهم وعلى علمائهم. هذا وقد رأينا نتفا من ذلك إبان حرب حزب الله مع إسرائيل وظهور الأعلام الصفراء، هذا شعور كلنا نشعر به، حتى نحن كنا معه. وكتبت أنا تحديدا مقالة ومجموعة كبيرة من هذا يعني كانوا مع حزب الله. لا يعقل عقلا بداهة يعني أن نقف مع يهودي ضد أخوان المسلم، لا يمكن. لكن أحيانا ربما الحماسة تغلب فستتأثر القضية، والوقت ليس في صالحنا أبدا. نحتاج أيها الأحبة إلى إبراز وجوه شيعية غير الوجوه أو مساندة للوجوه. أنا تحديدا وأنا آتي مع الأخ عبد الباري جزاه الله خير، يعني أقول لا نعرف في الطائفة الشيعية عالما وداعية رجلا مؤمنا بقضية التقارب سوى فضيلة الشيخ حسن الصفار. أين البقية من العلماء ممن يمثلون ثقلا في طائفتهم؟ لا نعرف. جزاه الله خير، يعني هناك هذا المنتدى، منتدى الأستاذ جعفر الشايب، ويغطي في جانب النخب والمثقفين. أيضا هناك جهود بالنسبة للأستاذ توفيق السيف في زياراته الأخيرة، أيضا هو يعني يتخاطب مع نخب، وهذا جميل. ولكن نحن نتحدث الآن في موضوع يعني الجانب الديني. لا يوجد أمامنا إلا الشيخ حسن الصفار، أين البقية؟ نحن نحتاج إلى وجوه شيعية جديدة أيضا، ليس تقليلا من مكانة الشيخ ولكن دعما لهذا الاتجاه. وأيضا يعني الشيخ حسن الصفار يدرك هذا، أنه لا سمح الله نقول بعد عمر طويل كذا، إذا توفى الله هل سيسقط المشروع بموت الرجل؟ هذا لا يصح، لا عقلا ولا بداهة.
ولا أيضا يعني إن كانت قضية تبنى أو تتمحور حول فكرة أو القضية تتمحور حول فرد. الشيخ حسن مدرك بهذا، لذلك فعلا نحن نحتاج إلى إبراز وجوه دينية شيعية تؤمن بمسألة التقارب، أيضا لها ثقلها ولها نجوميتها أيضا. سامحني يا شيخ حسن، أنا ما بقلب عليك ترى يعني، لكن فعلا أنت يعني تفهم ما الذي يعني أقصده. الجانب التالي، هناك في الجانب السني مجموعة كبيرة من الدعاة. خلصت أنا آسف، انتهيت يعني. هناك في الجانب السني مجموعة كبيرة من الدعاة، ودعاء والله لهم ثقلهم. أنا كتبت في مقالتي الأخيرة يعني إنهم هؤلاء للأسف يعني صامتون بسلبية مستفزة، ولم يريدوا أن يخطوا. طبعا العارفون بدقائق التيار الديني هم يعرفون أن أي رجل منهم يجرؤ أو داعية أو عالم يجرؤ على الاقتراب من هذا الخط الأحمر سيدفع أخلافا. للأسف الشديد يعني البعض تجرأ وأتى، مثل الشيخ عوض القرني جزاه الله خير، الشيخ الأبي كان باشر هذا المشروع وكان توقف للأسف الشديد. لكن هناك مجموعة من الدعاة يعني يحتاج إلى بخ، والحل أنا طرحته في رأيي فعلا ومن واقعية، انطلقت من واقعية شديدة هذه. إن كان سنعول على أنهم يقوموا كذا، لن يقوموا، لن يكون الحل سوى بقبة يعني رسمية على غرار قبة الحوار الوطني، يجتمع علماء من الطائفة الشيعية وعلماء من الجانب السني لإقرار ميثاق الشرف هذا الذي نتحدث. هنالك عندما يأتون سيخرجون من قضية التصنيف، بل حتى الذين سيعاتبون من كبار العلماء سيلوذون بالصمت، لأن الأمور تجري تحت مظلة الرسمي فلا يتحدثون في هذا. أنا أتصور أن الجهود الآن في أن ينبغي التركيز على جلب والمناداة من كلا الفريقين بالاحتشاد ومخاطبة الرسمي في إيجاد هذه القبة بالطريقة التي يحب أن يخاطب فيها. وإذا يعني، وأنا مقتنع والله مقتنع كثيرا بأن جل المسؤولين هم مدركون لأهمية ميثاق الشرف هذا، ولكن إذا وجدت الأصوات والأصوات القوية ذات التأثير سيبادروا إلى إيجاد هذه القبة. أنا أعتذر عن الإطالة، أعتذر أيضا إن كان يعني كان في حديثي بعض الصراحة الجارحة. ثقوا أنني يعني من محبتي، وأيضا أنا كما قلت رجل مهموم بمسيرة التقارب، ومؤمن أن ينبغي أن ننطلق من واقعية ومن شفافية مطلقة. شكرا جزيلا لكم. وقبل أن أعطي الكلمة للأخ ذاكر، أنا أتمنى أن تتحدثوا أيضا بكل صراحة، لا تستمعوا إلي. أنا مؤمن بمثل ما كنت صريحا معكم هنا وفي مكاشفاتي التي أعرف ربما أيضا أثارتكم. وقبل أن آتي، أحد الإخوة يعني عرف أني أنا آتي القطيب، قال اكتب وصيتك. أنا قرأنا في راصد التعليقات الذي وهابي وسلفي ومتطرف وصحفي كذا، لا بأس. قلت لا بأس، يعني بالعكس أنا عند إخوة كرام وأنا ضيفهم. شكرا جزيلا. شكرا لضيفنا العزيز الذي عبر عن وجهة نظري في هذه الموضوع الحساسة والذي نحتاجها لنعبر عن وطنا صحيحا وتعاليا على هذه الاختلافات التي نتمنى أن تستمر كخلافات. ووجهة نظره وتعبر عن رأيه كما يود أن يسمع أيضا وجهة نظركم الذي تعبر يعني عن همكم في هذا المجال. وأول من رفع اليد أستسمح الجميع هو الأستاذ عبد الباري. إذا ممكن أستاذ عبد الباري تطل
السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا دكتور. أسئلة ثلاثة سريعة جدا. السؤال الأول، عندما كتب سماحة الشيخ الصفار نحو علاقة أفضل بين السلفيين والشيعة وأثار في المكاشفات بعض الأسئلة، لا الطرف السلفي بالصمت، فهل هذا كان مشروع إجهاض أو عملية إجهاض لهذا المشروع؟ المسألة الثانية، لماذا لا يساعد السني الشريك الشيعي في مسألة التقارب؟ لماذا يترك الشيعي لوحده في هذه العملية؟ الملاحظة الأخيرة، أنا لست معك دكتور في مسألة الرسمي، أن يأتي التقارب أهلي ولو تأخر أفضل من أن يأتي رسمي فقد يختلف إذا اختلف الرسم. وشكرا. لبنان وأيضا من السعودية شيعة، وذكرت في المقابل علماء سنة ولكن ليسوا من السعودية، فنحن نحمل هذا الألم أيضا معك بأن ليس هناك جانب آخر مساند في هذه القضية. رقم اثنين، الألم الذي شعرت به في التبشير الشيعي كما قلت، أنا أعتقد أنه في خلط الموضوع في حالة الوصاية على الناس، الناس أحرار فيما يتبعون، فالملوم في اتباع أي مذهب هو الشخص نفسه لا العارض عليه. شكرا دكتور. شكرا. أخي الثاني لجنب. السلام عليكم. أسعد النمر. شكرا للدكتور. الاسم ما خلص حتى يتابع الدكتور. الاسم ما سمع. أسعد النمر. شكرا على ما تقدم له الدكتور ولبعض يعني الرأي. في تصوري ما ذكره الدكتور ينطلق من ما يسمى بالنيات الطيبة، والناس الطيبون كثير في بلادنا، ولكن في تصوري إذا لم يكن هناك قانون أو دستور يحكم العلاقات في داخل هذا في هذه البلاد، فأنا أتصور أن كل ما نفعله هو عبارة عن تثاقب في القانون في المجتمع المدني إلى آخره. في رأيي يجب أن يكون هناك تصور لعلاقات مكونة بين